بسم الأب والابن والروح القدس الله أمين. أعزائي الدارسين والدارسات، نستكمل معانا في مادة اللاهوت العقيدي، وكنا يعني وقفنا عند نقطة مهمة هناخدها النهاردة، إن السيد المسيح له صفة إنه موجود في كل مكان. من الأمور الثابتة عند أي إنسان مسيحي أو غير مسيحي ان ربنا موجود في كل مكان، يعني حتى اي حد يقول له طول يقول لك ربنا موجود في كل مكان. فصفة الوجود في كل مكان صفة لله وحده، مش ممكن يشترك معه فيها احد. حتى ان داود النبي في القديم قال كده في المزمور 139: الى اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب؟ ان صعدت الى السماء فانت هناك، وان فرشت في الهوية فانت، إن أخذت لي أجنحة الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني ويمينك تهديني يدك ويمينك تمسكني. وجود ربنا في كل مكان يعني صفة لا يشترك فيها أي إنسان إطلاقا، لأن دي معنى أنه موجود في كل مكان، معناته أنه هو غير محدود. وعبر الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد أنه السماء كرسي الله والأرض موطئ قدمي، يعني السماء فوق هي الكرسي بتاع ربنا والأرض هو موطئ إيه؟ موطئ قدمي. فدي صفة من صفات الله لا يمكن لأي كائن أن يشترك فيها إطلاقا. وجود السيد المسيح في كل مكان ده معناته أنه يعني له نفس الصفة، الصفة الجوهرية لله زي ما معروف الكتاب المقدس. وعد تلاميذه وعد أنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، متى 18-20. ومعنى ان السيد المسيح موجود في كل مكان، واي حد يجتمع فينا او ثلاثه في كل بقاع الارض المنتشر فيها الكنيسه، يعني ربنا يسوع المسيح موجود في وسطهم في الناس اللي بتجتمع وتصلي. في نفس الوقت هو موجود على الارض للناس حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه فيكون في وسطهم، ايضا موجود في السماء، يعني زي ما بيقول سفر الاعمال انه ده رأى الرسل، ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن اعينهم وجلس عن يمين الاب. استفانوس الشماس الشهيد انا انظر السماء مفتوح ابن الانسان قائما عن يمين الله، يعني هو موجود في الارض وهو موجود فين؟ في السماء. كمان نلاقي انه تعبير انه موجود في الفردوس، وده قاله الرب يسوع في لوقا 23-43 للص التائب: اليوم تكون معي في الفردوس. وده اللي خلى معلمنا بولس الرسول يقول لنا في فيليبي 1-23: لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح زرقا افضل جدا. اذا السيد المسيح موجود في كل مكان، موجود في السماء، موجود على الارض، موجود حيثما ينتظر الابرار، وده يتفق مع وعد الكنيسة: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. عبر السيد المسيح عن نيقوديموس لما قال له: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فده بيدل على وجود السيد المسيح في كل مكان، وجوده في كل مكان دي صفة من صفات الله، أو صفة يتصف بها الله وحده. صفة أيضا يتصف بها الله هو يعني نزول السيد المسيح من السماء بسلطان إلهي، عشان يعني أنه نلاقي ان السيد المسيح نزل على الارض. يقول لليهود كده: انا هو الخبز الذي نزل من السماء، في يوحنا 6، لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة العالم. وكرر عبارة اني قد نزلت من السماء،
يعني كذا مرة في برضو في يوحنا 6:38، يعني نزل من السماء، النازل من السماء، نزلت من السماء، كلها عبارات تبين سلطان الإله اللي هو وحده يقدر ينزل إلى العالم. خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم، وها أنا أترك العالم وأذهب إلى الآب. ركز السيد المسيح على عبارة كمان خروجه من عند الآب، قال للتلاميذ أن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الله خرجت. كرر عبارة أيضا في حديثه مع اليهود، لو كان الله أبوكم لكنتم تحبون لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. طبعا هنا زي ما درسنا في الكورس الأول بتاع سنة أولى، الإرسالية يعني إرسالية داخل الثالوث، مش زي ما ربنا يرسل ملاك أو يرسل حد من الأنبياء أو القديسين، دي إرسالية داخل الثالوث. الآب يرسل الابن ويرسل الروح القدس، والابن يرسل الروح القدس، والآب يرسل الروح القدس، الروح القدس يرسل الابن، وزي ما الآب يرسل ايه يرسل الابن. السيد المسيح اللي خرج من السماء من عند الآب موطنه الأصلي، هو موجود بين الناس على الأرض كمان بالجسد، موجود في وسط التجسد، لكنه يعني زي ما بيقول الكتاب كأنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، يعني هنا نزل من موضوعه الأصلي من العرش الإلهي إنه ينزل في وسط الناس ويتجسد، أخلى ذاته آخذا صورة عبد. ده بيبين لنا إنه نزول السيد المسيح إنه ينزل من السماء ويصعد إليها، يعني ده أمر بإرادته وحده، وشرحه لنيقوديموس لما قال في يوحنا 3:13 ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. طبعا المقصود في السماء زي ما احنا عارفين احنا عندنا 3 سماوات، سماء الجلد، سماء الطيور، سماء الجلد، وبعدين سماء الفردوس، وسماء السماوات. سماء السماوات، سماء السماوات دي العرش الإلهي اللي فيه العظمة، الكرسي الله. معجزة صعود السيد المسيح إلى السماء، ويعني ارتفع وهم ينظرون وأخذته الصحابة على أعينهم، قال لتلاميذه أيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. وشافوا طبعا استفانوس زي ما قلنا قبل كده، والسيد المسيح كمان أعطى الرسل مفاتيح السماء لما قال لبطرس الرسول، كان ممثل الرسل الأكبر رسل سنة، قال وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، كل ما تربطون على الأرض يكون مربوط في السماء، كل ما تحلون على الأرض يكون محلول في السماء. هنا هذا السلطان الإلهي أعطاه السيد المسيح للكنيسة في الكهنوت باعتباره هو رئيس الكهنة الأعظم. سلطان السيد المسيح في السماء تسجد له كل القوات السمائية، وسلطانه يعني قال عنه معلمنا بولس الرسول في فيليب 2:10 كي تكسو باسمه يسوع كل ركبة مما في السماء ومع الأرض ومن تحت الأرض. ده يعني بيورينا صفة تانية من الصفات بتاعة السيد المسيح اللي بيتصل بيها، وهي صفة جوهرية من الصفات الإلهية. صفة أخرى نعلم جميعا إنه ربنا من الصفات بتاعته إنه هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، هو البداية بالنهاية، هو الأول والآخر، ليس قبله إله وليس إله بعده. وهنا تعالوا نشوف شوية الكلام عن ربنا، كلام عن الله بصفة عامة في العهد القديم في سفر أشعياء، أن الله وحده هو الأول والآخر. يقول كده ربنا في أشعياء 44:6 أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. وده بيورينا أن الناس اللي بتتهمنا أن احنا مشركين بربنا
لا احنا بنؤمن ان ما فيش اله غير ربنا، بس كل ما في الموضوع ان ربنا اعلن نفسه انه 3 اقانيم، وانه في ملء الزمان تجسد عشان يخلص البشرية. انا الاول وانا الاخر ولا اله غير. يقول لنا كمان في اشعياء 48: انا الاول وانا الاخر، ويدي اسست الارض، ويميني نشرت السماوات. يعني هو خلق السماء والارض كلها. ويقول كمان في اشعياء 43: انتم شهود يقول الرب، وعبدي الذي اخترت لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا اني انا هو. قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون. قبلي لا يصور اله وبعدي لا يكون، يعني قبلي لا ما فيش موجود اله لانه هو الازلي، وبعده لا يكون اله لانه هو الابدي ايضا. طيب إذا كانت دي صفة من صفات الله، طب هل السيد المسيح اتصف بهذه الصفات؟ نعم، السيد المسيح في سفر الرؤيا قيل عنه: هو سيأتي مع السحاب وتنظر كل عين والذين أطعنوه. وبعدين يقول لنا: وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. يعني دي صفة من صفات ربنا، صفة من صفات ربنا تنطبق على المسيح تماما. ويقول لنا كمان القديس يوحنا انه كان يعني في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله، يقول: كنت في الروح وسمعت ورائي صوت عظيم كصوت بوق قائلا: انا هو الالف والياء، الاول والاخر، والذي تراه اكتب في كتاب وارسل الى 7 كنائس. ويورينا قد ايه ان هو بيقول لنا: انا هو الاول والاخر، البدايه والنهايه. وبعدين برضو السيد المسيح يقول لنا: انا الالف والياء، الاول والاخر. يقول لنا: لا تخف، انا هو الاول والاخر. رؤيا 1:17. ويتكرر المعنى ده في الاصحاح الاخير من سفر الرؤيا: وانا اتي سريعا واجرتي معا ليجازي كل واحد كما يكون عمله. انا الالف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، أنا يسوع. كلها عبارات تدلل على أنه المسيح يتصف بالصفات الجوهرية الإلهية لأنه هو الله المتجسد. من ده بيبين أنه تعبير الأول والآخر اللي قاله أشعياء النبي وتكرر وقاله السيد المسيح في سفر الرؤيا، يعني يبين التوافق بين القولين في العهد القديم والعهد الجديد، إنه اللي بيقولهم هو كائن واحد هو الله نفسه، ليكن الله صادقا. وبعدين السيد المسيح قال لنا برضو إنه هو الأول والآخر، ولا يوجد قبله إله ولا بعده، وده بيفسر وجود ربنا وحده كواحد أحد على الإطلاق، لا يوجد من قبله إله ولا يوجد من بعده إله. قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. وده طبعا في رد على الشهود يهوى، ده بندرسه في اللاهوت المقارن في المادة اللي بندرسها، مادة اللاهوت المقارن. طيب ناخد صفة كمان من الصفات الجوهرية اللي يتصف بيها الله ويتصف بيها السيد المسيح، هي صفة إنه هو الرب ورب الأرباب. الرب ورب إيه؟ ورب الأرباب. يعني نتكلم شوية في النقطة دي كده طويلة شوية. معروف على فكرة كلمة الرب يعني بمعنى هو السيد، بس بتختلف شوية. يعني يمكن عندنا في المعتاد يقول لك إيه؟ فلان رب الأسرة، أو الزوج رب الأسرة، أو فلان يقول لك رب العائلة المصرية الرئيس، أو رب العائلة. ده بمعنى الرئيس بتاع أو الكبير بتاع العائلة. بس كلمة رب في المفهوم اللاهوتي، وده فهمها اليهود بنفس التعبير، إنه تعني الإلهوها، تعني الإلهوها، ما تعنيش إنه يعني الزوج هو الرب في البيت. لا، ده معنى هنا الإله، لأنه
المعنى هنا يختلف. كان المعنى الأولوه اللي احنا نقصده الزوج هو الرب في البيت، ده تخلي بقى الزوجة تقول له لك الملك والمجد للأبد أمين، يعني ده شيء يعني هيبقى صعب. يبقى الزوجة تسجد له والولاد يسجدوا له لأنه بقى هو الرب يعني. لكن طبعا يعني ده بمعنى الرئيس أو الكبير. لكن كلمة الرب بالنسبة للمسيح وعند اليهود تفهم بمعنى الإله. ربنا في العهد القديم، تعالوا نشوف التعبير ده في العهد القديم. أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا الرب وليس في إشعياء 43:11. في إشعياء 45:5 أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. في إشعياء 45:21 أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري. في تثنية 6:13 للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، للرب يعني هنا الإله. وتكرر الكلام ده في التجربة في لوقا 4:12 لما السيد المسيح قال للشيطان، قال له تجرب الرب إلهك. وفي تثنية 10:17 لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب. سفر هوشع أنا الرب إلهك من أرض مصر وإله لهن سوي لست أعرف. هوشع 13:4 كتير آيات كتير. اسم الرب يدلل على الإلوهة في مناسبات كتيرة في عن السيد المسيح. أول حاجة بنلاقيها إن داود النبي يدعوه ربا، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فكيف يدعو داود بالروح ربا قائلا يعني؟ فهنا التعبير معناته أنه الإله. استخدام اسم الرب في المسيح في مجال الصلاة، لما قال علمنا يا رب أن نصلي قال لهم قولوا إيه؟ قولوا أبانا الذي في السماوات، يا رب يا رب علمنا أن نصلي. بل قال لهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل كل من يفعل إرادة أبي. يعني هو قبل التعبير الرب بمعنى الإله أن يدخله السماء. استخدام السيد المسيح برضو تعبير الرب بخصوص الدينون، بخصوص الدينون. يقول كثيرون يقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تربانا وباسمك أخرجنا شياطين واسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرخ لهم إني لا أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. 7:22 بنلاقي التعبير يعني ده يتكرر أيضا في متى 25:31 لما يتكلم كده متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه حينئذ يجلس على كرسي مجده. كمان نلاقي استخدام عمرة الرب في ساعة الموت، يعني ساعة الموت ساعة يعني بتبقى ساعة حرجة، والإنسان البار دايما ينطق باسم ربنا. استفانوس الشمس قال له أيها الرب يسوع اكبر روحي، اكبر روحي. واللص التائب قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وهنا ربنا قبل اسم الرب. شوفوا أقول لكم حاجة، يعني لما اللص التائب قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، السيد المسيح قال له استنى، في خطأ انك انت مش هتروح الملكوت دلوقتي، الملكوت ده بعد القيامة العامة وبعد الحساب. فقال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس، يعني صح. فلو كان الرب لا يقبل تعبير، لو كان الرب يسوع لا يقبل تعبير رب بمعنى الإلوهة، لكان كان قد صحح هذا المفهوم للص التائب كما صحح لي مفهوم الملكوت. استخدام اسم ربنا السيد المسيح في مجال الخلق، معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 8 يقول رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به، رب واحد. واستخدم نفس التعبير الرب توما الرسول لما قال له ربي وإلهي،
ربي وإلهي، لما حط أصبعه بعد القيامة في يوحنا 20 قال له ربي وإلهي. وبعدين السيد المسيح قال له لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. طوبى للذين آمنوا، يعني ده كان اللي قاله السيد المسيح يعني ردا على التصريح بتاع الإيمان بتاعته. كمان بولس الرسول وسيلس كان في لبي لما قال اللي يعني الإيمان الراجل بتاع الراجل السجان، قالوا له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. عبارة رب هنا استخدمت بمعنى إله. تعبير استخدام الرب السيد المسيح في مجال المجد، يعني بيقول له رب المجد، مش بس رب، ده رب المجد. قديس بطرس الرسول يقول في رسالة تانية انه في النعمة وفي معرفة ربنا وخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى يوم الظهور، إلى يوم الظهور أو إلى ظهر الظهور. واضح أن هذا التعبير يدل على الإله. كمان يقول لنا معلمنا يعقوب لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في كل المحاباة، بل أراد أنه ما يكونش هذا الإيمان في المحاباة، بل يكون مرتبط بالأعمال الصالحة. عشان كده أهمية التعبير ربنا وعبارة رب المجد في الكلام اللي اتقال. تعبير رب المجد دلالة على الإله أيضا، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. برضو ده تعبير مهم جدا. أيضا بنلاقي يعني تعبير ملك الملوك، سفر الرؤيا 19:16 يقول إنه إله على ثوب وعلى فخذ واسمه مكتوب رب ملك الملوك ورب الأرباب. يعني وإذ هؤلاء سيحاربون الحمل والحمل يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. كمان قيل عن السيد المسيح أنه رب السبت، رب السبت، أن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. السيد المسيح قال كده، عايز أريد رحمة لا ذبيحة، المسيح هو رب السبت أيضا. دعي السيد المسيح أيضا أنه الرب برنا، الرب برنا، يعني بمعنى أن الرب يمنح التبرير. يقول كده أرمية 23 ها أيام تأتي يقول الرب أقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض في أيام يخلص، في أيام يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا، الرب برنا. استخدام لقب الرب في مجال المعجزات، في معجزة تصيد السمك، بطرس الرسول قال له اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطف. والقديس يعني برضو بعد القيامة في نفس الموضوع يوحنا يقول لبطرس هو الرب، فقال ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحب لبطرس هو الرب، ولم يكثر أحد من تلميذه أن يسأله من أنت، إذ كانوا يعلمون أنه هو إيه، هو الرب. استخدمت القديسة العذراء مريم في استقبال إليصابات لها، لما قالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، أم ربي يعني أم الإله. معجزة القيامة بعدها استخدمت كلمة الرب، فجاءت مريم المجدلية وعبارة التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ويقول فرح التلاميذ إذ رأوا الرب، يوحنا 20:20، وقال التلاميذ لتوبة قد رأينا الرب إلى آخره. أيضا استخدم الملائكة لقب الرب بالنسبة إلى السيد المسيح، يعني في البشارة والبشارة بقيامته وبشارة بميلاده،
يقول كده الإنجيل: فقال لهم الملاك: لا تخاف، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. والملاك بعد القيامة قال للمريمتين: إنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هنا، لأنه قال كما قال: هلما انظروا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. يعني هنا شهادة الملائكة للرب في الميلاد وفي القيامة. قيل: عبرت الرب أيضا في صعوده للسماء جسديا. مرقس الإنجيل يقول في مرقس 16 أنه ارتفع للسماء وجلس على اليمين، يقول ثم أن الرب بعدما كلمه ارتفع للسماء وجلس على يمين الله. عبارات كثيرة بنلاقيها في الإنجيل، بناخد بس نماذج منها. الإنجيليون استخدموا كلمة الرب كتير بدل من اسم السيد المسيح. في معجزة إقامة ابنة أرملة نايين، القديس لوقا يقول على الأرملة، على هذا الأرملة: فلما رآها الرب تحنن عليها وقال: لا تبكي. يعني خدوع الشياطين للتلاميذ، قالوا: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. نلاحظ تعبير أو تكرار كلمة الرب. كمان في حادثة إنكار بطرس للسيد المسيح، تذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن نصيح الديك تنكر لي 3 مرات. كمان أطلق التعبير بتاع الرب على المسيح في أسفار العهد الجديد في أماكن كثيرة، يعني يدلل على أنه المعنى من حيث المعنى اللاهوتي أن السيد المسيح هو الرب، هو الذي يمنح البركة مثلا، ولا يمكن لأحد أن يمنح بركة غيره. فيقول معلمنا بولس الرسول: لكن بنعمة الرب يسوع نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. ونلاقي عبارة البركة الرسولية: نعمة ربنا يسوع المسيح إلى آخره مع جميعكم، في كورنثوس الثانية 13، واللي هي العبارة اللي بيمنحها اللي بتسمى العبارة الرسولية، اللي بيقول أبونا: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة الموت وتعطية الروح القدس تكون إلى آخره. دي اسمها العبارة الرسولية. كمان يعني عبارة الرب يسوع يختم بها العهد الجديد: نعم أنا آتي سريعا، أمين تعالى أيها الرب يسوع. أمين تعالى أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، أمين. ده بكده إنه أخذنا يعني عدة صفات من الصفات اللي يتصل بها الله، وهذه الصفات تطلق تماما تماما على السيد المسيح، وده بمعنى إنه بيؤكد إنه السيد المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. نعمة ربنا يسوع المسيح فلتشبع جميعنا، آمين.